انا بين اجتماع واجتماع صار عندي بريك، قلت خلت مشى شويه، فياتني خاطره قلت اقولها لكم. دائما الانسان ترى يشعر بالوحده، سواء كان متزوج او غير متزوج، سواء كان كبير ولا صغير، دائما يله شعور انه بروحه. حتى لو 1000 شخص حوله، الانسان ياتي شعور انه بروحه. ليش؟ لانه الانسان دائما يفكر بروحه، وبالتالي هذا الشعور طبيعي جدا، فلا تستغربون اذا ياكم الشعور انكم بروحكم. الامر الثاني وهو الاهم، مو ان يجيك شعور انك بروحك، هذا امر طبيعي، لكن متى تشعر انك انت مو بروحك، ومتى تشعر انك سعيد، ومتى تشعر انك فرحان؟ لما تكون القلوب اللي من حولك تحبك. بمجرد ما تتصل بفلان يستجيب، بمجرد ما تكلم فلان يساعد، بمجرد ما تكلم فلان يشيلك من الازمه ولا يعني الابتلاء اللي انت فيه. هني تشعر انك انت مو بروحك، لان القلوب اللي حولك قلوب تحبك. فاذا كون عندك شعور انك بروحك هذا شعور طبيعي، لكن لا تحرص على هذا الموضوع، احرص على كم قلب يحبك موجود حولك.